هي العملية هذه عملية كبرى على مستوى الولاية. تكفلنا ب 122 مدرسة في مناطق ريفية، مناطق معزولة ضمن مناطق الظل، تكفلنا بها بتزويدها بهذه المادة من خلال تركيب الشبكة الداخلية وكذا تركيب سهريج الغاز. العملية منتهية على مستوى 122 مدرسة ابتدائية في مرحلتها في تركيب الشبكة الداخلية في تركيب سهريج الغاز. الآن العملية اللي قائمة الآن هي تزويد هذه السهريج بمادة غاز البروبان، سهريج اللي سعتها 4000 متر مكعب، تكفي لسنة دراسية كاملة وزيادة. منتهية على مستوى 8 دوائر، مازلت لنا 4 دوائر. العملية جارية، سيتم الانتهاء من تزويد كل السهريج على مستوى كل المدارس الابتدائية خلال بداية الأسبوع القادم إن شاء الله. وطبعا كل ما يتم تزويد سهريج بغاز البروبان هناك عون من نفطال يمر لاحقا من أجل التأكد من الشبكة الداخلية ووضع هذه المادة حيز الخدمة. طبعا هذه مادة نظيفة، مادة اقتصادية، مادة صديقة للبيئة، وكما ذكرت نتخلصوا من خلالها من استعمال مادة المازوت سواء في التدفئة على مستوى الأقسام أو في المطاعم المدرسية. كما درك المدرسة هذه أعطيناها 3500 لتر. احكم له بربي إن شاء الله منها عام. عام؟ عام هي. معناها الأولاد يعودوا يستخدموا في البحر. نعم. ليصلكم كل جديد، اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس.